يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حكومة بلدي منعت لبس النقاب في الشوارع وكل الأماكن العامة، سؤاله: هل يجوز لي أن أطلب من زوجتي أن تكشف وجهها وأن تخرج فقط للضرورة، علما بأنها إن لم تفعل فإنها قد تسجن وأنا لا أستطيع أن أهاجر الآن؟ علما أنها إذا لم تفعل فقد تسجن. تسجن؟ نعم. ما منها تسجن، ما منها تسجن. اللي يسجن اللي يحصل منها خلل، خلال بالأمن، اللي يحصل منها خلال بالأمن يسجن، أما اللي ما يحصل منه خلال بالأمن فلا يسجن. وعليكم الصبر، عليكم بالصبر والتمسك بدينكم، استعينوا بالله واصبروا، كما قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. نعم. وله بالضرورة أن زوجك تطلع للشوارع، تطلع، خلها في البيت. نعم.